السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الآن في منطقة شكر شهر، جينا نصور شقة مساحتها 165 متر مربع، 3 غرف وصالة، الدور الخامس. أول ما نخش نجي هنا على اليمين، لو انتم ملاحظين البوابات التركية عالية الجودة والأمان. نجي هنا على الغرفة على المطبخ، دواليب المطبخ راكبة وجاهزة، لها بلكونة أو مخرج البلكونة، مساحة البلكونة كبيرة وحلوة، وهذه الإطلالة اللي أنتم شايفينها إطلالة جدا رائعة على البلكونة، إطلالة على الطبيعة وعلى النهر. منطقة شكرشاير قريبة من الميدان، والخدمات جدا قريبة منها، السوبر ماركت والمطاعم والخدمات كلها، مواقف المواصلات. في المجمع زي ما انتم ملاحظين ملاعب ألعاب أطفال، مواقف مغلقة، جلسات عائلية، نظام كاميرات مراقبة وأمان. وفي مخرج ثاني للبلكونة من الصالة، نشرح لكم هي الحين. نطلع من المطبخ نجي على الصالة. الصالة مساحتها ما شاء الله كبيرة وشرحة، الأرضيات كلها باركيه، نظام تدفئة مركزية. وإطلالة الصالة زي ما شايفين إطلالة جدا رائعة على النهر وعلى الطبيعة، وفي إطلالة جزئية على البحر. نكمل التصوير. وفي مخرج كمان زي ما قلنا للبلكونة من الصالة. مقابل الصالة مدى بكرامة دورة مياه أولى، وهنا غرفة صغيرة نقول غرفة للأطفال إطلالتها على الطبيعة. نكمل التصوير. نجي هنا على الغرفة الثانية اللي هي غرفة النوم الرئيسية، لها بلكونة جانبية وإطلالة على البحر، إطلالة جدا رائعة، ومن الجنب إطلالة على النهر وعلى الطبيعة. وهذه الطبيعة اللي نشوفها، الطريق هذا طريق رئيسي يؤدي إلى سوبر ماركت ويؤدي إلى الطريق العام. غرفة النوم الرئيسية لها دورة مياه خاصة فيها، كنتم بكرامة ومروش زي ما انتم ملاحظين. نكمل التصوير. نجي هنا على الغرفة الثالثة، مساحة الغرفة الثالثة حلوة، وهذه غرفة صغيرة نقدر نقول نحسبها غرفة أو ما نقدر، فتعتبر 3 غرف وصالة إضاءة ونص، 3 غرف وصالة ونص. وهنا الحمام الرئيسي اللي يخدم الشقة ككل مع مروشة والكروزيت والمغسلة. المجمع عبارة عن بنايتين وفيها الخدمات متوفرة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.